رمضان كمان اسمه ايه؟ اسمه شهر الخير والكرم والرحمة، شهر اللي المفروض نحس فيه بكل اللي حوالينا، خصوصا ان العالم كله عنده ظروف مش علينا احنا بس. فعشان كده ارجوكي رجاء خاص وعام، اعملي حسابك من اول يوم رمضان يكون في طبق زيادة لصاحب نصيبه من اول يوم، وكل يوم الطبق ده يروح لصاحبه. والله صاحب نصيبه ده يكون حارس العمارة، حارس الامن، حد بيشتغل هنا، حد قابلتيه صدفة، حد بيساعدك في البيت، راجل طيب غلبان معدي من قدام بيتكم، عم محمد اللي في الفرن، الراجل على أول الشارع، عم سمير القهوجي، أم سيد اللي قاعدة على الخضار، هو وصاحب نصيبه. الأكل يكون من نفس الأكل اللي بتاكله منه، الأكل تاني يكون من نفس الأكل اللي بتاكلي منه أنت وفرعونك وولادك. لا أكل بايت ولا طبيخ موجود عندك في التلاجة عايز تخلصي منه ولا الحركات دي ولا بواقي، عشان عارفاكي او عارفه البعض ممكن يعمل الحركات دي. زي ما هتاكلي او زي ما هتاكلوا هما ياكلوا. تمام تمام. يعني بيقولوا لما تنفق حاجه او تدي حاجه تديها من احسن ما عندك. بمناسبه الاكل البايت، مش مسموح ومش مقبول وحرام، نتبطر على نعمة ربنا. طب واحدة تسألني ايه نعمة ربنا من بعد الراجل؟ اكل وشرب، عشان ما نتلخبطش. احنا عندنا في الحياة نعمتين، او النعمة الاولى الرجل وبعدين شوية نعم حوالين منها الاكل والشرب. فمفيش حاجة اسمها في رمضان ما ينفعش ناكل اكل بيت. ده مين قال كده بقى؟ ده اكيد اللي طلع المثل ده واحدة ست ما كانش ليها في المطبخ، او مش عايزة تطبخ، او بتضايق فرعونها. مفيش حاجة اسمها ما اكلش اكل بيت. الاكل يتشال في التلاجة او في الفريزر ويطلع تاني يوم نسخنه عادي، تحطي له بقى شويه بطاطس محمره، شويه حاجه كده، جبنه، وايش هو بيحب ايه، وزي الفل. لكن نعمل بقى في اكل كل يوم ونعمل ولايم ونرميه، حرام. لو انتوا بتاكلوا كتير اعملي، الف هنا وشفا على قلبك، والف هنا وصحه وعافيتين، ويسري ويمري على قلب الفرعون، يسري ويمري كده يا رب. لكن لو انتوا ما بتاكلوش على كتير على قدكوا، اعملي على قدكوا يا مدام، مش تعملي وترمي. بعدين مش عايزه تاكلي اكل بايت يعني ليه؟ ليه؟ مش عايزه تعملي الاكل على قد. صنف او صنفين بالكتير كل يوم وخلاص، حتى صنفين كتير، صنف كويس. لكن تعملي لي بقى بالثمن والتسع اصناف؟ ليه؟ ليه ليه بتعملي تسع اصناف ليه؟ مين هياكل كل ده؟ ده الواحد معدته في رمضان بتصغر. بمجرد ما بيفطر معلقتين ثلاثه بيلاقي نفسه خلاص شبع، والاقتصاد حلو. والاقتصاد مطلوب في الظروف العامه، الاقتصاد مطلوب ليكي انت جاي لك بقى رمضان نحافظ بقى على الرشاقه، والاقتصاد مطلوب لجيب جوزك، لجيب جوزك مطلوب، فكري في ده. فالاكل المهدور في رمضان مرعب وحرام. خلي بالك اللي بقوله لك ده دين، ده حرام. فناكل على قدنا ونلبس كمان على قدنا. اظن ان انت فهماني كويس. ما فيش حاجه اسمها القفطان او القفطان اللي ما بيتلبسش مرتين، اللي بيتلبس مره واحده، ما فيش الكلام ده. انت فاهمه. فاحنا ممكن بكره احكي لكم قصه القفطان، يعني القصه دي قصه طويله، فمش كل خروجه ولا عزومه ننزل نشتري لها لبس جديد وقفطان وعبايه جديده وخيوط الذهب المتسلسل. بلاش بلاش، عشان هو خلاص، هو هنا، هو هنا. خلي بالك البسي اي حاجه من عندك انت يا قمر في كل حاجه. بكره نشوف موضوع العبايه والقفطان ده، عشان ليه حيز من الفراغ عندنا. تمام. بعدين مش هتلبسي القيول اللي لابسه قفطان اهي، ولا حد هياخد باله حبيبتي، ولا حد هياخد باله. فبالراحة على جوزك وبلاش طلبات كتير. ماشي؟ أرجوكي بقى.